بسم الله والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا المساء المبارك في موضوع اسمه لترجيه الكلمه، يعني طقس او نظام الكلمه. تلي على مسامعكم في إنجيل اليوم، إنجيل يوحنا الإصحاح السادس، بأن بعض تلاميذ يسوع الذين كانوا يتبعونه يقولون له هذا الكلام صعب عسير، من يطيق أن يسمعه؟ فتركه مجموعة من التلاميذ لأنهم لم يستطيعوا يستوعبوا تعاليم يسوع، سابوه مشيوا. فيسوع بيسأل باقي التلاميذ، أنتوا حابين تكملوا معايا ولا أنتوا كمان تمشوا؟ تعاليم يسوع ليست بالسهلة، تعاليم يسوع دائما بسيطة لمن يريد أن يمشي مع إرادة الرب، لكن من لا يريد إرادة ومشيئة الرب ستكون عسيرة وصعبة له. يعني موضوع النهاردة، هل نستطيع أن نتساير مع إرادة الرب؟ أقصر طريقة إن نقدر نمشي مع إرادة الرب هي أن نحفظ كلامه وصاياه ونتبعه. إن لم تتبع كلام الرب فأوتوماتيك أنت تخرج من التراك أو من الطريق اللي فيه إرادة الرب. كثير يسأل إيه هي إرادة الرب؟ ببساطة إنك تتبع وصايا وأحكام الرب، تحفظها في قلبك، اللي هي بنسميها في الآخر كلمة الرب. اعتدنا في القداس أن نصلي، وخدنا أكثر من لقاء عن موضوع القداس، ولكن سأخذ جزئية منه. احنا كلنا معتدين على كلمة طاس. ايه هي كلمة طاس؟ أنا لم أتكلم اليوم عن موضوع طقوس أو الشرح للكلمة كالدرجية، ولكن بشكل بسيط هو نظام. كلمة طاس هي نظام، ولكن هنا ما يخصنا مش نظام عام، هو نظام الكنسي. وأول معلومة، لا يوجد طاس في كنيسة اعتباطاً أو وليد الصدفة. أي طقس صنعته الكنيسة هو له هدف وله فكرة، لم يأتي عن طريق الصدفة ولكن من الخبرة الإيمانية، فأصبح نظام الكنسي كأنه شكل ورمز لينا وحركات معينة. أخذنا قبل كده أن القداس بتقسم تقريبا 4 أجزاء: المقدمة اللي هي فيها الدخول إلى الرب، العلاقة نبدأ السير مع الرب، الحج المقدس بندخل في مسيرة مع الرب تمهيدية زي التلاميذ لما مشوا مع يسوع، ومع يسوع بنترك يسوع يدخل في حياتنا. دي الجزئية الأولى من خلال التقديمات. الجزئية الثانية، لترجية الكلمة اللي هي من أول الرسالة، وهناخد التقسيمات دي كلها والإنجيل والعظة، دي اسمها لترجية الكلمة، وده موضوعنا النهاردة. ماذا فعل يسوع وماذا تعلمنا الكنيسة من تعاليم يسوع؟ هو دي لترجية الكلمة. بعد كده لترجية الإفخارستية أو
جزئية الإفخارستية تقديس القرابين، والجزء الأخير والرابع الختام والإرسال للتبشير. أول نقطة لترجية الكلمة، الغريب أن مؤمنين العصر قد يتحلون بأنهم معتبرين الجزء الأول من القداس كأنه تمهيدي مقدمة، زي ما بتقرأ كتاب وتيجي في أول صفحتين مقدمة دول مش تبعنا، وكويس إنك بتكون عارف اسم الكتاب من الغلاف بتاعه. وغالبا بعض القراء يبدأوا بالصفحة الأولى من الفصل الأول، والمقدمة دي مش ذو أهمية بالرغم إنها بتدخلنا تماما على موضوع الكتاب. فقد يعتقد مؤمنين اليوم بأن القداس الجزية الأولى منه لو تأخرنا فيها أو رحنا الكنيسة متأخرين ما فيش مصيبة، هيحصل إيه؟ هو المهم نتناول. وفي بعض شوية يعني مرفق بالحال شوية يقول لك المهم أسمع الإنجيل، لكن البداية دي اللي فاتت لو أنا تأخرت دي مش أزمة. بدون مقدمات لا يوجد خاتمات، لا يوجد نهاية. بدون ولادة لا يوجد استمرارية. فلترجية الكلمة في عصرنا ضايعة تماما من مؤمنينا. وقد يعتعج الكنائس بالمؤمنين على آخر وقت، وأفضل مشهد تشوف فيه المناولة، الناس كلها رايحة المناولة من غير ما يكون عمل أي تمهيد روحي لهذه المسيرة الروحية في القداس. لذلك لترجية الكلمة النهاردة من أساسيات القداس، وبنسميها مائدة الكلمة. يعني عندنا مائدة الكلمة وعندنا مائدة الإفخارستية، الاثنين بتغذى منهم. يقول التعليم المسيحي عن لترجية الكلمة إنها تغذي الكنيسة شعب الله من مائدة الكلمة. يبقى المؤمنين بيتغذوا الغذاء الروحي من خلال مائدة الكلمة اللي هي كلها جاية من الكتاب المقدس، هي كلام الله الموحى به من الروح القدس ومكتوب في الصفحات أو في الكتب. من خلال مائدة الكلمة اللي بنتغذى بيها بيخاطبنا الله، بيكلمنا، بيرشدنا في الطريق حتى نصل للخلاص. يعني بدون مائدة الكلمة أنت رحت مكان وكأنك عامل صيام. تتخيل تقدر تقعد في مكان يوم واثنين وثلاثة ما بتاكلش؟ عفوا، جسدك هيضعف وهيتعب وربما إنجاز التعبير يموت. هكذا الروح بدون مائدة الكلمة لا يوجد عندها غذاء حقيقي، ستتحول بعد مائدة الكلمة إلى مظاهر عبادة. إذا عشنا في الكنيسة بدون ما نستقي من جزئية الكلمة يبقى إحنا جايين نمارس شكل عبادة مش فاهمينه، لأن الليتورجية الكلمة هي أساس التعليم. في طقسنا القبطي مائدة الكلمة، وإحنا غالبا مش بنوعظ في كنائسنا عن الطقوس والليتورجية، وده مش طقوس النهاردة، دي محاولة بسيطة لدخول لموضوع زي ده. بتتقسم مائدة الكلمة الغذاء الروحي من أول القراءات في طقسنا القبطي في ثلاث قرايات. الرسالة الأولى لبولس، بنسميها البولس، رسائل بولس. المجموعة الثانية، القراءة الثانية، بنسميها الكاثوليكون اللي هي موجهة للعالم كله. المجموعة الأولى هي كانت موجهة لبعض الكنائس لأشخاص معينين، المجموعة الثانية الكاثوليكون هي موجهة للعالم كانت كله رسائل القديس بولس. المجموعة الثالثة لبراكسيس اللي هو أعمال الرسل
اللي بتتكلم عن نشأة الكنيسة الأولى والرسل الأولانيين، إيه اللي تعلموه وإيه اللي فعلوه وإزاي أسسوا الكنيسة الأولى. يبقى القراءة الأولى الرسائل العامة، القراءة الثانية موجهة كاثوليكون، والثالثة الإبراكسيس. بعد كده بيجي مقطع المزمور، ومزمور بيدخلنا بفرح للجزء الأخير اللي هو الإنجيل، ومن بعده بيدخل الكاهن بالعظة، وبعدين بقانون الإيمان. بعد كل اللي بنتعلمه بنقول إحنا أمننا بهذا التعليم. الرسالة الأولى لبولس، لو أنا عملت تيست النهاردة للحاضرين في الكنيسة، إيه اللي ترى النهاردة كرسالة؟ كويس إن اسم، لكن مضمون إيه؟ قد يكون خيبة أمال، قد يكون خيبة أمال إن الناس اللي في الكنيسة مركزتش، إن الجزء ده مش تبعنا، ده تبع اللي في الهيكل أو لأبونا. وفي بعض الكنائس لما كنت أعمل تيست زي ده وأسأل الشماس اللي أرى الرسالة نفسه هيكون نسيها، هو كان فاكر لغاية آخر لحظة خالص آخر سطر، بعد كده الموضوع ما انتهى من المهمة اللي عليه. وبيظهر ده جليا في يوم الجمعة العظيمة، المسرحية العظمى من كل القراء في الكنيسة وكل المؤمنين اللي بيستمعوا لقراءات الجمعة العظيمة، كل واحد في الوادي بتاعه، ما بنعرفش الإرات اللي تارت لأن بي أصبحت روتين. ما هو مقروء هو روتين، إحنا مش فاضيين له، ودنا وعينينا مش هتنظر ولا تسمع لي. لذلك علينا من حين لآخر الكنيسة توعي المؤمنين، ارجعوا، الكلمة أساسية لغذاء الروح، هي الطريق بتاعك، هي السيستم، النظام، القانون، الدستور اللي هتقدر تعمل بيه حياتك، اللي هتعرف بيه إرادة الرب ماشية ولا لا مع حياتك، متوافقة إرادتي مع إرادة الرب ولا لا. الكنيسة بتقول كذا، الكتاب المقدس بيقول كذا، التعليم بيقول كذا، فهتوعي ضميري أنا ماشي مع ده ولا لا. جزية تانية من القراءات رسائل الجامعة، طبعا بسبب المؤمنين العصر مش فاضيين يسمعوا، اختزلت الكنيسة واقتصرت قراءات الكنيسة على قراءة واحدة. لو تخيلوا كل حد عملنا الثلاث قراءات الناس نصها هتيجي بعد المناولة، مش فاضيين يا أبونا عصر السرعة. وبالتالي رضخت الكنيسة لأخطاء الشعب وخلت قراءة واحدة على العيد، بيعملوا القراءات كلها، وربما عشان إيه؟ تمهيد للناس تيجي، أهو منا من القراءات تخلص يكون الشعب بدأ يملأ الكنيسة. منظر بشع إن إحنا ما بنعرفش نتعلم نسمع كلام ربنا. حاجة تانية عايز أقول، إزاي هتعرف تعاليم الكنيسة والكنيسة الأولى وتاريخها، إيه اللي سقطت فيه، إيه الاضطهادات، كيف قووا إيمانهم؟ ده بتعرفه من أعمال الرسل. في الكنيسة اللاتينية بيعملوا قراية عهد قديم وعهد جديد، وبعدين المزمور، وبعدين الإنجيل. أعتقد وبدون ما يزعلوا الأباط، إن كان أباط كاثوليك وأرثوذكس مني، إحنا أخفقنا في تعليم الكلمة في كنائسنا المصرية. لو مسؤولين الطقوس واللوترجية صححوا شوية، القطمارس مش منزل، هو من صنع الكنيسة، وترجع لنا في مائدة الكلمة العهد القديم، هيكون عندنا غنى كبير. لأنه اللي عملوا قطمارس الكنيسة اللاتينية أذكياء جدا في اللاهوت والكتاب المقدس، ربطوا موضوع العهد الجديد من نبوات وأحداث مع ما تحقق من نبوات في مجيء المسيح وعصر المسيح. فإحنا تعلمنا في كنيسنا العهد القديم ده مش تبعنا خالص، ده تبع اللي بيدرسوا أو اليهود،
وبالتالي كأنه موضوع اسمه عهد قديم يعني خلص. وعندنا فجوة في كنائسنا التقليدية، ضعف في الكتاب المقدس. حاجة تانية اللي بيطلع يقرأ غالبا بدون ما تزعلوا، عمره ما جهز القراءة قبل ما يجي بيوم. احنا شطار وليد اللحظة، اخرج النص اللي قدامي يراه، وبالتالي انا مش قادر اهضمه، مش عارف اطلع مخارج الحروف، مش عارف انطق كويس كلمات. مرات التشكيل الكتب اللي نسخ اللي قدامي ما فيهاش تشكيل، وبالتالي المستمع ما بياخدش احساسي فبينفصل عن هذه القراءة. فمحتاجين ازاي نتعلم في كنائسنا؟ نقرا، نفتح بوينا، ندوس على مخارج الحروف والمقاطع، ونفهم ازاي نقف قدام ميكروفون، وازاي عند القراية ونقف ونتكلم، ويبقى حتى لو في إضاءة قدامنا. ده كله عايز تدريب، ما بيجيش بالصدفة. المزمور هو بداية مشروع الفرح في الكنيسة في المائدة، كأنه مرحلة الأغاني، أقصد أغاني روحية. داود زمان لما شال تابوت العهد رأس ورأس عريان، لأن الكلمة كانت اتحركت. ما هو تابوت العهد كان في، كانت فيه شريعة الرب، كان فيه المن، كان فيه العصا، وهي رمزية عن يسوع المتجسد في العهد القديم. فداود رأس قدام الكلمة وفرحان لدرجة أنه عريان، وكان ملك، مراته اتضايقت قوي، ده ملك أنت؟ أنت عبيط، أنت مكذوب، يعني شارد الذهن، شفت ملك عبيط بيرقص عريان؟ بهدلته وخدت عقابها، إنها ما فهمتش إن مرحلة المزامير دي اللي كان حتى داود بيشعر ويغني بيها هي تقديم الفرح. لذلك في الكنيسة اللاتينية بعد المجمع الفاتيكاني المسكون الثاني صححت طريقة المزمور، جعلته على مقاطع، القارئ يقرأ ويدي المردات، يكمل الشعب يرددوا مقطع من المزمور عشان نشارك في هذا الفرح. زي الترانيم، هو ايه؟ المرنم يرنم والشعب بيقول معاه القرار او بيسبح. الاغاني لما كنا نغني في بيوتنا زمان ونسمع اغنية، لما بتحبها بتغني معاها، مع الكاسة السي دي ريكوردر، الاغنية مع المغني. اذا علامة التفاعل في الفرح ودخولك في هذا الجو بتظهر في المزمور، جزئية ان مشاركة الشعب. في طقسنا القبطي عندنا الشمامسة والأسيس والشعب يدوب حتى مش عارف يقول في الطلبات اللي هي صلوات تضرعات للرب، ما بيقولش يا رب ارحم، لأن الشعب مستمع، يقعد على البنوك بس، راح سينما. صعوبة. أنا بفتح أذهاننا النهاردة عن فيها حاجات وقعنا فيها من غير ما نشعر إن احنا بينا وجودنا في الكنيسة مستمع سلبي لدرجة بنام، بمل، بزهق. الكنائس الوحيدة اللي ما بيدخلش فيها شعب مع كتاب مقدس هم الطوائف التقليدية، الآباط أرثوذكس والآباط كاثوليك، ما لهمش دعوة بالكتاب المقدس. بروتستانت بيحضروا كنائسهم، ما فيش حد يروح الكنيسة من غير كتابه المقدس. تخيل أنت رايح المكتب الشغل بتاعك والعمل ما معكش أداة العمل، القلم بتاعك، السماعة بتاعتك، التليفون بتاعك، الشنطة بتاعتك، الكتاب بتاعك، الدفتر بتاعك، رايح تعمل ايه؟ لو صنايعي من غير عدة. فكأنه الكنيسة عندنا مستمعين، انت لو رايح سينما بتاخد فشار، تخيل، بس كتاب مقدس شيلة. مع ان الحمد لله الكل عنده عربيات يقدر يحط كتاب مقدس ويدخل بيه، ده احنا عملنا السكرين عشان الناس تتابع الصورة على الأقل أحسن من بلاش. هدخل في جزئية مهمة من دلوقتي، جزئية الإنجيل. الإنجيل إن كان في الطقس القبطي أو الطقس اللاتيني يسبق دورة حوالين الهيكل، في شماس بيمسك
العلبة صغيرة كده اسمها القراءات الراية، لو تقدر تجيبها لي يا أستاذ يوسف عشان الناس تشوفها. وما بنعرفش ايه دي، كأنها علبة حاوي، ايه فايدتها؟ يمكن كتير من الناس ما يعرفوش احنا بنعمل. شكرا. عندنا الشمس مارية العظيمة دايما متخصصة في اللف والدوران، بس هي مش دوران الساعة، لفات فات على فكرة، لا لها فكرة، ثلاث لفات. رمزية اني الثالوث حاضر. العلبة دي بيبقى محطوط، دي اسمها البشاير الإنجلية، موجود فيها قراءات العهد الجديد. معنى كلمة الرب تلف حول العالم، والهيكل دايما يعني ليه أربع زوايا أركان، رمزية العالم كله. فلما الشماس مع الكاهن بيلف الهيكل ثلاث مرات، رمزية الثالوث، والثالوث بيكف العالم كله، الله في العالم أربع أجزاء، شمال جنوب شرق غرب، يعني بشارة الرب تكون مسموعة ومرئية ومبشر بها ومعلم بها وتعلم بها الكنيسة في أربع اتجاهات المسكونة. دي رموز الطقوس. لا أخفى عليكم، لما جيت زمان وفي كنائس تانية كتير، العلبة دي اشتروها من بياعين الاكسسوارات أو الشرش سبلاي، دي الحاجات اللي هي بتبيع خامات الأواني، المسبح وغيره. ده في كنائس بتشتريها وتقعد فاضية زي ما هي، علبة ملاش عازة. لو دي فتحتوها دلوقتي، أول ما جيت قلت افتحها، ما لقيتش فيها الكتاب المقدس اللي هي القراءات اللي بنلف بيها. أنا مش بلف بعلبة أي كان شكلها ومعدنها وفخامتها، رحت حطيت فيها كتاب مقدس صغير، لأن هي رمزيتها كلمة الرب تلف في الأربع أجزاء، والهيكل ده المسبح يبشر كأنه هو رمزية العالم كله، وذبيحة المسيح اللي هي بتدي خلاص للعالم كله. ورحت كنائس كتيرة وفتحت العلبة حتى فضوها تاني، أنا حطيت فيها شكله حد طمع في الكتاب، للأسف نفس الموقف، كل ما تحط إنجيل فيها ما بتلوش. الحمد لله المهم يقروا، يبقى دايما لازم فيها إنجيل. يعني أنا نفسي استغربت دلوقتي إن أنا جبت كتاب صغير بالذات للحجم ده من مصر، لأن ما كانش فيه الأحجام العربي، وينفع بأي لغة برضو. أوكي. ورحت في كنائس كتير نفس الموقف ده، ما لقيتش الكتاب فيها. طب احنا بنعمل ايه؟ الطقوس تحولت الى روتينيات، والشعب مش عارف والكنيسه مش عارفه وكلنا، بس المهم يكون عندنا الاواني حلوه. فالانجيل بيلف بيه، شايفين هنا في الصوره قدام حضراتكم البابا، في الطقس اللاتيني يلف بيه الشماس الانجيلي، الديكون او الدياكر او الانجيلي، اللي هو مسؤول عن انه من صلاحياته يقرا الانجيل، الشماس الانجيلي. وبعد ما بيلف الدوره دي ان الكلمه تصل للعالم، يجي الكاهن يرى الانجيل، وبعدين بيبوسه يقبله ويضعه. في دوره الانجيل معناه ان احنا مسؤولين نتغذى بالكلمة، إنه لا عذر لك أيها الإنسان، بيت الكلمة متاحة لك، ولو أنت مش هتعرفها أنت مسؤول عن نفسك. وبتتكمل هذه الدورة بخلال قراءة الإنجيل والعظة، من أهم أجزاء للدرس. طبعا الناس عايزة العظة تكاوي، كلمتين يا أبونا خلص نفسك ماشي، دي أبشع خطية مارسها مؤمنين العصر، إن مش عايزين تعليم كنسي. في لترجية الكلمة الحمد لله إن كل شعوب العالم بتعرف إن في لترجية الكلمة الجميع يقف. وهقول لكم ملحوظة تعلمناها في كنائسنا القديمة اللي مش موجود دلوقتي التعليم دي، إن محدش بيعلم. في قراءة الإنجيل بيبقى شماسين واقفين بالشمعتين، على أساس كأنهم رمز للملكين اللي كانوا حارسين القبر لما المريمات راحت الصبح،
وهم بيمثلوا النور حراسة الكلمة. زي في العهد القديم لما طرد آدم وحواء بعد الخطيئة الأولى وتعاقبوا، وقف على باب الجنة ملاكين وكان معاهم سيف النار، لأنه لا يسمح لعودة الخاطئ أن يقتحم قدسية الله. لأن بمعنى اللفظ البسيط الفردوس، أو دي بالألفاظ البسيطة الفردوس، الجنة مكان الله حياة الأبدية أين كانت مسمات العزينة، هي مكان قداسة الله، وفي قداسة الله لازم يكون كل حاجة 100% قدوسة يعني صالحة بدون خطيئة. لما سقط الإنسان الأول خد عقاب وقف على باب الجنة بهذا الرسم التفصيلي أو التوضيحي، لم يسمحوا لعودة آدم وحواء يدخلوا، لأنهم أصبحوا إيه؟ أشرار مخطئين، ما يقدروش يرجعوا تاني قدام قدسية الله لأنهم خطأ. فالملكين هنا بيقولوا لك انتبه، الكلمة دلوقتي كلمة الله عليك أن تتقدس قدامها وتسمع ليها. في قراية الرسائل بيبقى المفروض شماس بس واحد بشمعة واحدة، لأن هي تعليم عن الله، لكن اللي كاتبها الرسل فبيدوها رمزية بشمعة واحدة. في الإنجيل بيدول شمعتين. طبعا الحاجات دي أنا تعلمتها أنا عيل صغير لما كنت بخدم زي شمامسة ماريا وغيره في الكنيسة، لأن تعلمنا نحب الكنيسة ونفهم. النهاردة كل كنيسة ماشية بمزاجها. بيحصل إيه في لترجية الكلمة بعد ما يتاري الكتاب والإنجيل؟ الكان بيقبل الإنجيل وبيضعه في مفروض لما الكان بيرفع ويبارك الشعب بالإنجيل الكلمة، في طاسنا اللي بنرشم الصليب كلنا، بس طبعا في ناس بدأت تنسى. على فكرة رشم الصليب ده مش بالمزاج أو كده يعني أنت مؤمن، لا ده ليها فكرة في الكنيسة. وفي التعليم اللاتيني لما يبارك الكاهن قراءة الإنجيل ويبتدي قبل ما يقرا يقول قراءة من إنجيل كذا كذا، بيعمل إيه؟ بيضع أصابعه على الكتاب وبيرشم الصليب على الكتاب في آخر جزء منه، وبيرشم جبهته وبعدين فمه وبعدين قلبه. دي أعتقد من العلامات الأكثر غنى في لترجية الكنيسة أكثر من الرشم الصليب العادي، يتميز بها الطقس اللاتيني، ولها صلوات خاصة مع الكاهن اللي بيصلي القداس. والشعب لما يبتدي يرشم الصليب، كان بيرشم الصليب على الكتاب المقدس اللي ماسكه، بعدين يرشم جبهته وبعدين فمه وبعدين قلبه، بيثبت على نفسه ثلاث أحكام. وده اللي حابب أتوسع فيه شوية، ما تخافوش مش عاقد وقت كبير. في جبهته إنه بيقول للرب اجعل يا رب كلمتك في ذهني، املأ يا رب عقلي بكلمتك. لما بملأ عقلي بكلمة الرب هتحرك بكلام الرب. يبقى بالأول في الوعي العقل المخ، الإنسان بيدرك إنه كلام الرب هو دستور حياته، هو القانون اللي بتدخل بيه في علاقة مع الرب، هو اللي بتعرف إن أنت مشيت على إرادة الرب أو لا. زائد بقول لربنا املأ عقلي بكلمتك، وبدي نفسي كمان انتبه يا عقلي لا تتلوث بغير كلام الرب بحكمة العالم. يبقى علامة رشم الصليب ده مهم. نقي ذهني. نقطة تانية بشفاهي ليكون كلامنا مقدس، اجعل يا رب كلامك المقدس على شفتي، ثم أعرف أسبحك وأنا في الكنيسة وأنا مع نفسي، وتبقى شفتاي تسبح لك نهارا وليلا.
تبك شفتي تستحق أن تقول وتسبح بكلمات المقدسة مش بكلمات العالم القبيحة. يبقى عبي يا رب ذهني بكلمتك، غزيني يا رب بالفم بتاعي بشفايفي بكلمتك. الأول هتكلم أملى ذهني، ويبقى ذهني يطلع بالعقل الإلهي الإيماني، وشفتاه تحدث بمجد الرب. الجزئية الثالثة في قلبي أن أحفظ يا رب كلمتك في قلبي وأتكلم بها. يبقى كل مرة في مائدة الكلمة دي، في بداية المدخل لمائدة الكلمة، لسه الكاهن ما قراش الإنجيل، الثلاث حركات دول، أو لو كنت بتشتغل بالطاس الهبتي ما فيش مانع ترشم الصليب، أبو ابن روح القدس أملى قلبي وكل جسمي وإيدي من خلال أفعالي. عشان كده في مزمور 119 يقول: خبأت كلامك في قلبي. لما بحط إيد على قلبي يعني خبيته، سيفته، حفظته. في النص الإنجليش بيدي الكنز، تريجر، ده الكنز الداخلي، بخبي الكنز في قلبي. تخيل لما يكون عندك كنزة أو حاجة حلوة ما بترميهاش لحد، عايز تاخدها وحدك. ليه بخبي كلامه الرب في قلبي؟ لكي لا أخطئ إليك، عشان ما بقاش خاطئ ضدك يا رب وضد شريعتك. يبقى أنا محتاج أخزن كلام الرب في عقلي وفي شفتاي فمي وفي فين تاني؟ في قلبي. في مقطع تاني بيقول لنا في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 12: ولا تشاكلوا هذا الظهر، بل تغيروا على عن شكلكم. لا تشاكلوا يعني ما تلتش، ما تاخدش صبغة العالم وتبقى صورتك انت. في علم النفس يقول لك الراجل لما بيتجوز مراته ومراته بتتجوز الراجل، يعني يعيش عمره طويل، يعدي لهم 20 سنة وأكتر، الوشين بيشبهوا بعض. تخيلوا، علم النفس يقول لك الستات هتزعل قوي وتقول انا خنشر زي الراجل جوزي، ما تخافوش. لكن علم النفس بيقول لك الاثنين تحولوا زي بعض شكلا ومضمونا وحركات وكلمات وافعال، وبيه الاثنين لو كان في واحد بيفكر غلط الثاني هيبقى بيفكر ثاني زيه غلط، اتاقلموا على بعض لان بدأ يعيشوا مع بعض على طول. غالبا القوي بيضعف مع الضعيف، يعني لو راجل قوي مراته بتزهقه بيضعف زيها، هيقعد يروح على طول. فلا تشاكلوا هذا الظهر، يعني ما تلدهوش لغايه ما يبقى صورتكم الخارجيه والداخليه بيتوا زي الناس الشارع العالم، بل تغيروا عن شكلكم بايه؟ بتجديد أذهانكم. إزاي أجدد ذهني؟ بكلمة الرب، في لترجية الكلمة لما يبتدي الكاهن من خلال الجزء الأول القراءات اللي موجودة في الكنيسة، ثم بالمزمور، ثم بالإنجيل، ثم بالعظة، ده جزء نهج طريق هداية ليا، تجديد ذهني. يبقى أنا هو بجدد ذهني برشم الصليب. وانتبهوا، علامة رشم الصليب هي مفتاح الخلاص. هجدد ذهني بخلاص يسوع اللي أعطاني الخلاص. يعني إيه الخلاص؟ إن أرجع لمكانتي الأولى اللي كنت فيها مع الله. وهنا بالكلمة الرب اللي بضعها في ذهني وفي قلبي بعمل تجديد لأذهاني، لتختبروا ما هي إرادة الله. يعني إرادة الله ما جاياش من الشارع، عايز زي أنا ما قلت المقدمة، إيه هي إرادة الله؟
لما أكون بتأمل في كلمات الرب وتدخل في ذهني وتتحول صورتي زي صورة الله لتختبر ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة البرفكت، بعدها مش محتاج حاجة تاني من العالم، لا ينقصني شيء إذا اختبرت كلمة الرب في ذهني، إذا وضعتها في عقلي. طب وموضوع فمي؟ إنجيل متى يجاوب إصحاح 4، فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. الجسد عايز غذاء جسدي، والروح عايز غذاء روحي. اتعلم لما تكون وحدك اسمع كتاب مقدس، ده احنا في عصر مرئيات وسمع وبصريات وديجيتال، في الاب الابليكيشن بتاعك على الموبايل وفي العربية وفي الشارع وفي كل حتة تقدر تسمع كتاب المسموع والصلوات والقنوات وتتفرج في البيت. لكن إذا أنت منتظر تشوف حاجات غلط هتطلع حاجات غلط. الجسد عايز غذاء جسدي، أما الروح عايز غذاء روحي. وهقول لكم معلومة، إذا الغذاء الروحي قوي هيفيد الجسد من أمراض عسيرة وكتيرة. ناس كتيرة مرضى نفسيين، والمرض النفسي بيؤثر جسدي. العالم النهاردة بكل الرفاهية اللي فيه أمراض النسب النفسية عالية جدا، اللي هو الانتحار في أوروبا أكتر، لأنه لم يتغذى بكلمة الرب، بيتغذى من الشارع الجنك فود اللي بتقولوا عليه هنا، بيتغذى حتى الغذاء الروحي بتاعه من بره. شايفين المشاهد في الشارع شكلها ايه؟ الموضة، المقطع، المدهول، موضة، غذاء شعبي فاسد. ده زمان آدم وحواء ليه نفسهم عريانين قدام ربنا، خيطوا من وراء الشجر عشان فيهم الغذاء الروحي. فالغذاء الروحي أضمن لك إذا بتتغذى روحيا، لم تحتاج أسبرينة واحدة ولا علاج نفسي. وإذا ما بتتغذاش غذاء روحي أضمن لك إنك محتاج دكتور نفساني. وإحنا مصريين مش مرضى، ما بنروحش لدكتور نفساني. العالم كله يئن بالمرض النفسي لأنه لم يتغذى بغذاء الرب. كنت في فرنسا زمان، وكنت عند صاحب أسيس كان سيكولوجي يعني معالج نفسي، وكنت لسه وقتها صغير وبنتناقش على العلاج النفسي. كان هو معالج نفسي يعني شغال، كانوا كلينيك بتاعه بعد الدور بيعمل علاج نفسي، وهو أسيس ومنهم مطارنا كانت تروح تتعالج عنده على فكرة، مفيش مشكلة. بعدين بيقول لي احنا هنا اصله دي، بقول له بتلاقي مرضى على طول يعني نفسيين الاسبوع كله مشغول عنده. قال لي اه، وانت فاكر في حد مش محتاج علاج نفسي؟ قال له كل الناس محتاجه علاج نفسي. قال لي اه، ما فيش غير عندكم انتم في مصر اللي فاكرين نفسهم سلام. هنا غير صحي انك تقعد سنه كامله من غير ما تعمل تشك على نفسك نفسي. قال له يخرب بيتك يعني انا مجنون؟ هل كله هنا بيجي، حتى المطار ده، حتى الرتب اللي انت عايزها كله بيجي يعمل مراجعة نفسية. ده مش عيب، مشكلتك هنا انك مش عارف تتكلم مع حد، ما عندكش اصدقاء، وفي بيتك بيت المصالح ديجيتال بالمسج طول اليوم، مش لاقي حد تتكلم معه هتتجنن. تكلم مع ربنا هتلاقي ربنا عطالك حاجات حلوة احسن بكتير من ده، فهتشعر ان كلامك اللي بيخرج منك مهذب حلو لذيذ يريح اللي قدامك. احنا محتاجين ده. عشان كده
هنهي بنص، خاصة النهاردة في عيد العذراء، مش هاخد النص كله. بشارة ميلاد يسوع لما جه الملاك يبشر مريم العذراء، النص ده هعمل له عظة كاملة في قرب عيد الميلاد، بس هاخد منه مقتطفات. مريم العذراء ينطبق عندها ثلاث صفات: غذاء العقل، غذاء الفم، غذاء القلب. ثلاث صفات اللي هم قلنا نرشم الصليب فيهم لما نسمع كلمة الرب. كل الأنبياء في العهد القديم كانوا منتظرين الكلمة يتجسد. كل الأنبياء بشروا، اسمعوا دي كويس، كل الأنبياء بشروا بميلاد الكلمة، بمجيء المسيح، إلا العذراء اللي تبشرت إنها ستحبل الكلمة نفسها. مقارنة لذيذة، سنين عمر، أجيال من أول إبراهيم وموسى وكله كله كله لغاية آخر نبي في العهد القديم نعتبره يوحنا المعمدان بين العهد القديم والجديد، كلهم انتظروا اللي بيبشروا بيه ان المسيح جاي، الكلمه جاي، عمانويل جاي، الا العذراء الوحيده. عشان كده النهارده كنائسنا التقليديه بتكرم مريم العذراء، تختلف عن كل العالم اللي قبلها وعن كل العالم اللي بعدها، هي الوحيده اللي الكلمه بيت في داخلها، ما تكلمتش عنها، ما بشرتش عن ميلاد يسوع، هي بيت البشارة في داخلها، إنها كانت متأملة مصلية. بيجي لها الملاك، ملاك، أنا متخيل بنت غلبانة حياتها بسيطة وتفاجأ بملاك، هسميه الإعلان المخيف العجيب لها: يا مريم زيك، اللي احنا بنقول لها السلام عليك يا مريم. كويس، اول مره يكون في سلام مرعب. تخيل انا جاي اسلم عليك تترعب تتخض مني. مريم حصل معاها كده: يا مريم ازيك، انا جبرائيل، الله ارسلني ليكي. فدخل في ايه 28، دخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك. الوحيدة، الوحيدة في العالم اللي خدت هذا اللقب من السماء، منعم عليها. يعني منعم عليها ليه؟ لأن الكلمة فيها، في عقلها، في قلبها، وفي كلامها. يا ريت كلنا نقول: يا رب خليني حاجة زي مريم العذراء. عيدها النهاردة اللي احتفلنا به بالغرب الأسبوع اللي فات والنهاردة بالشري، خذوا النص ده وتعملوا فيه في بيوتكم. تخيلوا تجي لك فرحة من السماء، إعلان عجيب ومدهش ومخيف، إنك حتكون أنت منعم عليك بالماضي، يعني عندك استمرارية لهذا الإنعام. مش هدخل على موضوع الحبل بلا دنس ولا غيره، ده موضوع وحده. المنعم عليها الرب معك، مباركة أنت في النساء. بس هذا الكلام صعب اللي قلناه في إنجيل يوحنا من شوية 6، بيقولوا التلاميذ ليسوع: هذا الكلام صعب وعسير، مين يقدر يفهمه؟ أنت خبز الحياة؟ كلمة الرب خبز الحياة. احنا بنفهم خبز الحياة في بطننا في الأكل العادي، لكن خبز الحياة من كلمات روحية ده صعب. التلاميذ مجموعة سابوه، مريم نفسها اتخضت، قالت له: فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت، هنا بالعقل فكرت، مع عسى ان تكون هذه التحية، التحية غريبة. بتفكرني بالتقليد البسيط لما يجي واحد يسلم عليك: ازيك؟ سلامك ده مش مريح لي على فكرة. انا فاهم اللي وراك يا راجل، انا جاي اسلم عليك. لا 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 لا، سلامك ما يطمنش،
كأنها مريم بتقول الملاك لبس الكلمتين دول سلامك ما يطمنش النهاردة. فقال لها الملك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا، اسمعوا بقى، وتسمينه يسوع. كل الأنبياء بشروا عن الكلمة اللي جايين ومعرفوش اسمه، عمانوئيل، الله معنا، إلا مريم العذراء اللي خدت الكلمة بالتسمية بتاعتها يسوع. الكلمة اللي من آلاف السنين العالم منتظرها تتجسد، أنت الوحيدة اللي عرفتيها. كلام صعب، لأنها كانت بتتغذى في قلبها، سوري، في عقلها وفي قلبها، وبتعمل المخارج ده بفمها. يقول لنا النص والتقليد الملك جالها وهي بتصلي، يعني معناها عايشة ده. ويقول لنا في نص تاني مريم كانت تحفظ كل هذا في قلبها، تحفظ كلمة الرب، لترجيت الكلمة. وبالتالي هذه لترجيت الكلمة لما بسمعها لما الكاهن بيوعظ علينا أركز أهمية لترجيت الكلمة إيه؟ بعد ما تسمع الكتاب المقدس والعظة والنصوص والقراءات كلها، الهدف بتاعها إيه؟ عايز إجابة. حد يقدر يديني إجابة؟ أدخل في مسيرة الخلاص. حد يدينا فكرة؟ مش بقلل من حد تجاوبوه، ما تخافوش. لترجية الكلمة لما بتسمعها، خدوا نموذج مريم العذراء في عقلها، في قلبها، في فمها، خدت في الآخر، تساءلت وخافت وترعبت. الإجابة هنا سؤال: هوذا أنا آمة الرب ليكن لي كقولك. يعني أهم حاجة أنك لما تخرج من الكنيسة بعد لترجية الكلمة أن تطيع الكلمة، تساءل، تشكك، خاف، إزاي يحصل، توما تشكك، بطرس شك، كتير أخطأ، الأنبياء أخطأوا، لكن كان يميزهم داود أخطأ بجرائم حرب، لو في العصر ده كان أخدوه في محكمة العدل الدولية مجرم حرب. الكتاب بيقول كده على فكرة، الله مرضيش يدي داود نعمة يبني الهيكل، لأنه قال له أنت إيديك تلوثت بالحرب، أنت بتعشق الحرب، بالرغم أنه قال له من فترة ما فيش قلب زيك يا داود، وقال له عشان ده أنت بتعشق الحرب مش حديك نعمة تبني الهيكل، ابنك اللي يبني الهيكل مش انت. بعصر النهاردة كلمات اليوم داود مجرم حرب، لكن مع ذلك بيحبه الرب. ليه؟ لأنه في الآخر كان بيطيع الرب. الفيصل بين شخص وآخر في إرادة الله، مش بس المشكلة تعرف إيه هي إرادة الله، المشكلة كيف تطيع الله. فاكرين الشاب الغني عرف إرادة الله بالوصايا وسمع التبشير وكأنه سامع الكلمات، يسوع بيبشره بنفسه، بس قال له طيع، اعمل كذا، مشى حزين لأنه ما يقدرش يطيع. في فرق نعرف إرادة الله، كلنا نعرف الله عايز إيه، بس الفيصل إننا مش كلنا قادرين نقول الله حاضر. نعم، مريم هنا قالت له أنا خدامة ليك لكلماتك، دي ثقتي في الكلمة بتاعتك. فلما أضع الكلمة في ذهني وفي قلبي وفمي يخرج يقول أنا موافق يا رب. اللي احنا بنقولها في كل مرة، أكتر كلمة في طقوسنا بكل الثلاث كنائس، كاثوليك وارثوذكس وبروتستانت، أمين. بس أمين فعلا بتطلع إن أنا هنفذ وصية الرب، مش دايما. فالفيصل في موضوع أما أسمع لترجية الكلمة، أوعى تروح من غير ما تقول للرب حاضر ونعم. في أغنية لمجد الرومي بتقول كلمة نعم قدام الله مزينة بورود، في أغنية ليها مش فاكر اسمها إيه،
كلمة نعم قدام الله مزينة بورد بورود. لما تقول نعم للرب هتدخل جنة عدن، هترجع للخلاص، هتبقى إرادة الله هي إرادتك لأنها مزجتها في قلبك، هضمتها في قلبك. أرجوكم أرجوكم اوعى تروح كنيسة متأخر، حاجة بشعة قدام الرب. انت مش عايز ربنا، لا حجة لك أيها الإنسان. انت ما حصل لكش كارثة انت جاي في الطريق، ما تمناش لده الحد، لكن دي إجابة، انت لسه ما بتحبش ربنا، انت جاي تضحك على ربنا مش بتديله وقته. لأن الجزء اللي ضيع منك في القراءات مائدة الرب في الكلمة انت ما خدتوش، معزوم على عشاء وتروح تقول لهم انا شبعان، دمك تقيل في السفرة، هيكرهوك. انت جاي تتكبر علينا، مش عاجبك انت بتعمل كده عند ربنا. عشان كده اقول لكم، من يوم ما بديت العظات من انا والصغير سميت دائما في كل مقدمة لعظتي بقول ايه، نتأمل اليوم من مائدة الرب المقدس. عشان كده الشانل بتاعتي على اليوتيوب والويب سايت بتاعي مسميه مائدة الرب المقدسة، برنامجي كله في التعليم الكنسي مائدة الرب المقدسة، اللي أنا عامل شعارها اللوجو بتاعها السلوس. وليمة الرب المقدسة هي إيه؟ الجزء الأولاني غذاء الرب الروحي، والجزء الثاني الإفخارستية نفسه. اطلعوا النهاردة بأنكم زي مريم تتبشروا الكلمة تاخدوها. مريم بعد البشارة حبلى بالروح القدس بيسوع في داخلها في بطنها في الرحم بتاعها. انت النهاردة عندك نعمة عن باقي الأديان وعلى العالم كله انك تاخد الكلمة في قلبك في جسمك في عقلك. ما تضيعش الكنز السمين المجاني لك كل أسبوع أو في كل درس تحضر. كل سنة وانتم طيبين بعيد العذراء، وناخد ده من عيد العذراء، حاخد طاعة على الله ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.